نحن نقول عندما استقبل الإمبراطور الأثيوبي آنذاك أو إمبراطور حبشستان عندما استقبل هؤلاء الذين كانوا يعرضون إلى التعذيب القاسي، لم ينظر إلى أديانهم ولم ينظر إلى أعراقهم ولم ينظر إلى مذاهبهم. نقول بأننا نحن الآن نعيش ظروفا صعبة، ونحن نقول بأن العصر السابع هو عصر الحضارة، عصر المبادئ، ولا نتهم هذا العصر كما يتهمه الغرب بأنه كان عصر الانحداد أو العصر الأسود، ونقول بأن هذا العصر بالنسبة للمسلمين كان هو عصرا منيرا مشرقا، وهو عصر السعادة القرن السابع. عندما يقومون أو يتهمون هذا العصر بعصر الانحطاط والعصر الأسود، أقول حتى الحروب آنذاك كانت هنالك قواعد في هذا الحرب، كانوا لا يمسون النساء ولا يمسون كبار السن ولا يمسون الأطفال، ولا تتعرض هذه الفئات الثلاثة إلى الوحشية التي تتبع الآن. أما اليوم فأن السلاح الكيميائي وأسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية تستخدم ضد الشعب البريء، وما استخدم من أسلحة فتاكة في هذا العصر لم تستخدم في العصر الذي يتهمونه بالعصر الأسود.